تعاون كلهم ربنا يشفيهم ويعافيهم، بينزلوا بمشكله في القلب، بدات المشكله بعدين التدخل مبكر، بعدين شفت لنا فين وبتحب ايه وفضلت اشتغل معاها في الجزء ده. وطبعا انا الحمد لله اول طفله تدخل مدرسه دمج اسماعيليه ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الحمد لله دخلنا. هي في سنه كام دلوقتي يا نجاة؟ هي في جريد 1، في سنه اولى ابتدائي يا حبيبتي. عاديه جدا ما شاء الله، ودمج مع اطفال عاديين جدا، المدرسه بتعاملها احسن معامله الحمد لله، الاطفال معاها بيعاملوها كويس جدا. فانا بقول لكل ام بجد يعني ما تيأسيش ما تيأسيش وكملي، وده عنوان حلقتنا النهارده في السعاده قرار، ان الانسان يكون متفائل لابعد الحدود ويتمسك بالامل في كل النماذج اللي احنا قدمناها او بنقدمها مع حضرتك او حتى هنقدمها في حلقتنا النهارده. أنا والله مش بقول كلام نموذجي، قولي يا نجاة. برضو احنا في دوله يعني بتشجعنا جدا، يعني لو انت في حاجه اكيد بتشوفي اللي هو بيعمله طبعاً. ده يكفي قرار، ده يكفي قرار ان ينفذ تنفيذ سريع، يعني تنفيذ فوري لكل من يتنمر على طفل من ذوي الهمم بحكم حبس 5 سنين او 200,000 جنيه غرامه. يعني ما بقاش فيه هزار في الموضوع ده، ولو ان انا كان نفسي ان القانون ده يطبق على التنمر على اي طفل سواء كان من ذوي الهمم او لا. فكره ان حد يتنمر على طفل او حتى لو طفل، يعني ما اعرفش ازاي بقى هينفذ بشكل عام. التنمر بشكل عام، التنمر بشكل عام. طيب خليني اقول لك يا نجاة، دلوقتي انت في رحلتك مع جوزك، انتوا بقالكم كام سنه متجوزين دلوقتي؟ تقريبا 14 سنه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني عندك اخوات لنا؟ عندي طفله لوجين في سنه 5 ابتدائي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عندي احمد بعد لنا تمام منها بسنة، بس هو ايه لنا اكنها هي الصغيره بتاعت البيت. هي صغير وجود لنا في حياتكم، هل لان اوقات في ناس بتقول، يعني خليني اسالك السؤال ده لان هو ده اللي هنبني عليه كمان شويه موضوع حلقتنا النهارده. في بعض الناس بتقول ان المسؤوليات والضغوطات الحياه بتطفش الحب، ما بيبقاش في حب بين الزوجين بعد الجواز بسبب الضغوطات الرهيبه اللي بتحصل. انت عندك ضغوطات مضاعفه، يعني غير الضغوطات الموجوده في اي بيت، انت عندك ضغط من نوع اخر انك محتاجه تركيز مضاعف مع بنتك اللي في النص الوسطانيه، ربنا يخليها لك. هل ده اثر على علاقتك بجوزك؟ هل ده اثر على حبكم لبعض؟ لا طبعا، هو الحب والموده دي احنا ربنا يعني احنا اتجوزنا عشان نجيب اولاد، عشان دي نربيهم احسن تربيه ما شاء الله. مش فارق خالص انا جبت طفله من ذوي الهمم ولا طفله عاديه، الاثنين بياخدوا نفس ال يعني غصب عنك انت كنت بتنشغلي عن جوزك بحكم انك انت مركزه مع لنا اكتر، ده غير ان عندها اخوات تانيين، ده ما اثرش؟ طبعا بتشغل، بس انا جوزي بتشغل بيها. الله. واهلي بتشغلوا بيها. يعني اتفقتوا ان انتوا مع بعض تنشغلوا مع بعض عشان يفضل الاهتمام مشترك، فيفضل الحب مشترك، مش هو يبقى في حته وانت بس اللي في دوامه المسؤوليات وهو في حته تانية، وبالتالي الحب هيروح، صح كده؟ انا بشوفه حواليا من اصدقاء لنا واصحاب لنا، لو هتكلم نقول مثلا 50% حصل انفصال لما جه طفله من ذوي الهمم، و50% الزوج كمل. نعم. فانا بقول للناس حتى يعني ربنا اداك هديه، هو دي مش مرض، ده مش يعني ده مش حاجه، ده مش عار والله وحياتك يا نجاة. وحتى لو مرض ده هديه من عند ربنا، رفع درجات واختبار وحاجات كتير جدا، احنا بس اللي ما بنشوفش نص الكوبايه المليان زي ما بنقول. شكرا ليكي نجاة والده الطفله لنا، والله نورتينا النهارده، والمره الجايه عايزاكي معايا في الاستوديو.